استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات الدفاع البحرين بمكتبه في القيادة العامة صباح اليوم اللواء الركن الشيخ خليفة بن حسن الخليفة قائد المدفعية الملكية والمصابين من مجموعة الواجب العملياتي التابعة لقوات الدفاع البحرين والمشاركين ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذين أصيبوا خلال قيامهم بواجبهم بكل بسالة وشجاعة في الحد الجنوبي، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع. ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوات الدفاع البحرين بالمصابين من مجموعة الواجب العملياتي واطمأن على أحوالهم وأوضاعهم الصحية ومنحهم نوط التميز، داعيا معالي الله العلي القدير أن يمن على جميع المصابين من قوات التحالف العربي بالشفاء العاجل وأن يردهم إلى أسرهم معافين بإذن الله تعالى. وثمن صاحب المعالي القائد العام لقوات الدفاع البحرين صمود رجال قوة دفاع البحرين الذين يشاركون صفا واحدا مع الأشقاء بقوة التحالف العربي في ميادين الشرف والبطولة، وعلى جهودهم التي يبذلونها خلال مهمتهم في الدفاع عن الحق والواجب ونصرة أخوانهم في اليمن. حضر اللقاء اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.